واحد بيقول بنلاحظ لما يوجد راهب مع عشوش ان الاب الاسقف يقدم الراهب على الكاهن الشيخ، هل سر الزواج المقدس يقلل مقيمة الكهنوت ام هي مجاملة؟ هو الراهب الكاهن له رتبة الكهنوت وله البتولية، فدول اتنين مع بعض. اذا كان القسيس الكبير في السن قمص والراهب ده قسيس، يفضل القمص على القسيس سواء الراهب او القسيس المتزوج يعني. اذا كان ده قمص وده قسيس، فيبقى هنا رتبة الكهنوت ما تغيرتش وأعطيت فيها الكرم، ومفروض ان الراهب لا يقدم نفسه على كاهن شيخ.